كتير مهم انه شدد ان التحرش اللي تعرضت له كان تحرش الكتروني، تحرش جنسي الكتروني. انا عبرت لهيدا الشخص مره ومرتين وثلاث مرات انه انا مني مهتمه بانه يكون في بيناتنا اي نوع من العلاقه، وهو حاول يميع هذا الموضوع، فاذا هذا الموضوع صار تحرش. ممكن تعاني الناجيات نتيجه التحرش الجنسي من اثار نفسيه مثل القلق، الخوف، التوتر، الغضب، شعور بالذنب، الانعزال والتغيير بالحياه الاجتماعيه، الاكتئاب والتفكير بالانتحار. لما جمعنا بعض انا وهيدول الصبايا قررنا انه نحكي عن هيدا الموضوع. طبعا فكره انه ننشر على شبكات التواصل ما كانت ابدا سهله، وكوني شخص بيشتغل بالاعلام وبالصحافه وبالنشاط الالكتروني بعرف كثير منيح انه اي شيء ممكن ننشره كنساء للاسف بلبنان وبالعالم العربي ممكن يرتد علينا. بنلاحظ من خلال الحالات اللي بنتابعها بالتجمع انه بعد في خوف من التبليغ عن التحرش، وهيدا لاسباب عديده مثل انه يحسوا بالذنب، يحسوا انه اللي حواليهم معقول ما يكونوا داعمين لهم، يحطوا الحق عليهم، يلومون وما يصدقون، او ممكن يكونوا عم يتعرضوا للتحرش من قبل شخص من العائله او حدا بموقع سلطه او بمكان العمل، ويخافوا يخسروا وظيفتهم اذا بلغوا عن الموضوع. السلطات اللبنانيه لاول مره من سنين تتحرك لحالها، نحن ما رحنا وطلبنا مساعدة ولا مخفر ولا حدا من السلطات اللبنانية، هن تواصلوا معنا وقرروا انهم يحركوا هيدي القضية وتتحرك النيابة العامة. من أواخر 2020 ديسمبر 2020 صار في إقرار لقانون التحرش بلبنان، بس أكيد وجود هيدا القانون مع هيدي الأمور يلي صارت على شبكات التواصل شجعني أنه أنا شخصياً أطلع وأحكي هيدا القصة. هيدا القانون هو خطوة متقدمة ومهمة، ولكنه ما بيستوفي المعايير الدولية وتضمن العديد من الثغرات. نحن لازم نعمل هيدا التجربة، لازم نعمل هيدا الاختبار لنختبر القانون، إذا أنصفنا بيكون كتير منيح، منكون يمكن شجعنا نساء تانيين حتى يحكوا، ويمكن إذا ما أنصفنا نعرف وين الغلط، نعرف وين في ثغرات معينة لازم أنه ينشغل عليها. تجاهل هيدا القانون التدابير الوقائية، أي لم يحدد إجراءات الحماية للمشتكية أو المشتكي، كما أن القانون لم يشمل القضاء المدني أو مجلس العمل التحكيمي، بل اقتصر على القضاء الجزائي، إضافة إلى أنه ألقى عبء إثبات التحرش على الناجية نفسها. من أبرز هذه الثغرات أنه عرف القانون بالمادة الأولى فيه بأنه التحرش هو سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، أي أدخل إلزام عنصر التكرار بالحالات العرضية، وبالمقابل عاد وعرف التحرش الجنسي باستبعاد عنصر التكرار في حال توفر أي ضغط نفسي أو معنوي أو مادي على الضحية. في كتير من الصبايا يلي تعرضوا لنفس هذا الموضوع، ويمكن البعض منهم لأكثر بشوي، تواصلوا معنا لأنه أنواع التحرش اختلفت اللي هن تعرضوا لها من هذا الشخص، فتواصلوا معنا وبعثوا لنا قصصهم وطلبوا منا نشاركها، ولكن ما كانوا جاهزين لا أنهم يطلعوا فيها علنا ولا يحكوا على الإعلام ولا حتى يضموا صوتهم لصوتنا بالقضاء، خوفا من الوصمة الاجتماعية اللي دائما النساء بينوصموا فيها. إذا أنت رديتي على حدا قلتي له مرحبا، رديتي على اتصال، بعثت رسالة معينة، لبستي تنورة أو لبستي فستان، دائما بده ينحط الحق علينا. يحق للنساء العيش بكرامتهم وببيئة آمنة خالية من التحرش بكافة أشكاله.